شامي الناطقة باسم شبكة شام بدمشق قديمة، السلام عليكم، ونسألك بداية عن السيارات المفخخة التي انفجرت في مخيم فلسطين وبلدة الاسبينة. نعم، السلام عليكم. السيارة انفجرت في منطقة الاسبيني في شارع النهر، هذا الشارع الذي يسكنه الفلسطينيون حتى اللحظة. هناك أخبار عن عشرات الشهداء والجرحى بسبب هذا الانفجار، وصل عدد 9 شهداء مؤكدين حتى اللحظة، والعدد مرشح للارتفاع بسبب الدمار الذي أحدثه انفجار هذه السيارة في تلك المنطقة في دمشق. وأيضا يعني في مخيم، في منطقة مخيم الاسبيني، هناك ديما، الشهداء الذين سقطوا من المدنيين أم من قوات النظام؟ لا، الشهداء من المدنيين الفلسطينيين، يعني هي المنطقة يسكنها إخوتنا الفلسطينيين في شارع النهر، وهو شارع رئيسي في تلك المنطقة. نعم. منطقة تدعى مخيم الاسبيني. وأيضا يعني منذ الصباح كان هناك شهيدة صفاء حسين، وهي من الجولان وعمرها 16 عاما، يعني تعد طفلة، هي من سكان السيدة منذ الصباح. هذا بالنسبة لما يجري في تلك المنطقة حتى اللحظة. في دمشق وريفها أكثر من 16 شهيدا. القصف تواصل على مخيم اليرموك أيضا، وتركز على شارع 30، وهناك شهيد مصطفى حميم عمره 74 عام فلسطيني، واستشهد متأثرا بإصابته بالقصف. هناك أيضا يوم قصف على الزبداني بالمدفعية الثقيلة ورنكوس أيضا منذ الصباح. القصف العنيف مستمر على مدينة الزبداني بكل أنواع القذائف وبالمدفعيات. وأعلن الجيش الحر هناك بعد معارك عنيفة جرت على شارع بردة عن ضرب حاجز الكورنيش والسيطرة عليه بالكامل وتدمير آلياته، وهو حاجز مهم جدا للنظام، وتراجعت قواته إلى الخلف بعد يعني استيلاء الجيش الحر عليه. أيضا منطقة القلمون اليوم تشهد تحركات عسكرية وانسحابات باتجاه العاصمة دمشق بعد حملة مداهمات واعتقالات في المنطقة، منطقة رنكوس. وخرجت يعني سيارات العساكر من هناك محملة بأثاث المنازل التي سرقوها من المنطقة. هذا الانسحاب الآن يدل على تقهقر النظام من جهة، وعن المحاولة لقصف هذه المناطق واستهدافها عن بعد بالقصف. طبعا يأتي هذا الانسحاب بعد نسف حاجز هناك يدعى الكسارات منذ فترة، وأيضا تحرير معبر حدودي في المنطقة. وفي كمين أيضا هناك يعني سقط شهيدان من المنطقة. بلدة شبعة اليوم في الريف الدمشقي أيضا تتعرض لقصف براجمات الصواريخ، هناك عشرات الشهداء وجرحى جراء هذا القصف، وأيضا تهدم للأبنية. تجري أيضا معارك عنيفة في محور منطقة دارية بين الجيش الحر وبين كتائب الأسد على طول الجبهة الشرقية، وتعزيزات جديدة اليوم أيضا إلى المنطقة بعد يعني الخسائر الفادحة البارحة لجنود الأسد. التعزيزات اليوم أكثر من 3 دبابات وعدد من سيارات الجنود أيضا، ويتجدد يعني قصف المدفعية والدارية. إذا هل تفضلي ديما إذا كان لديك شيء. فقط أنوه إلى المعاناة والتي أوردتموها في تقريركم عن الغوطة الشرقية البارحة. تم استهداف منطقة عربين بالقذائف الفوسفورية، هي عبارة عن قذائف متفجرة حارقة يخرج منها دخان أبيض ويسبب حالات سعال واختناق عند المدنيين. نعم، إذا كما ذكرت ديما هناك 9 شهداء حصيلة أولية لانفجار السيارة المفخخة وتجدد القصف على مخيم اليرموك، وأيضا هناك قصف على الزبداني، وهناك انسحاب من قوات النظام من القلمون باتجاه دمشق. على اتحال ديما الشامي الناطقة باسم شبكة شام بدمشق، شكرا.